سؤاله الثاني يقول فيه: أنا شاب عمري 17 عاما، أعيش مع أهلي ووالدي ينفق علي أعيش مع أهلي ووالدي ينفق علي ولي مال مدخر في بنك إسلامي قد حال عليه الحول، فهل علي فيه زكاة؟ وهل على الأرباح زكاة؟ وهل تبدأ الزكاة في سن البلوغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة تجب في مال المسلم كبيرا كان أو صغيرا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان بيده أو كان قد وضعه في استثمار مشروع، فإنه تجب فيه الزكاة وفي أرباحه التي تحصل، وحول الربح حول رأس المال، رأس المال يتبع الربح، يتبع رأس المال في وجوب الزكاة ولو لم يمضي عليه حول، إذا كان رأس المال قد مضى عليه الحول. يعني حول الربح وحول الأصل. حول الأصل. وإن كان مالك المال بالغا رشيدا فإنه هو الذي يقوم بإخراج الزكاة، وإن كان مالك المال غير رشيد أو كان صغيرا فإن وليه يقوم مقامه في إخراج الزكاة عنه إذا تم الحول. نعم، أحسن الله إليك.